اصبر اصبر. بين الحين والآخر تشهد محافظة البيضاء تطورات متسارعة بمواجهة بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى. تأخذ معركة البيضاء بعدا مغايرا لما يجري في جبهات المحافظات الأخرى، فالعمليات العسكرية فيها تتسع بشكل كبير، وتحقق من خلالها المقاومة الشعبية انتصارات ملحوظة وسط خسائر الميليشيا وقوات المخلوع صالح التي تمتلك العدة والعتاد. في المعارك الأخيرة خسرت الميليشيا ثلاثة من كبار قياداتها في المحافظة خلال عمليات نفذتها المقاومة الشعبية في الأسبوع الجاري. أصبحت مديريات ذي ناعم والزاهر والطف والملاجم مركزا للمواجهات العنيفة، يتم فيها استنزاف الميليشيا وإلحاق خسائر في معداتها العسكرية ومقاتليها. أما في جبهة مكيراس فطائرات التحالف مستمرة في شن غاراتها مستهدفة آليات عسكرية وتجمعات لقوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي. الضغط على الميليشيا في الميدان يجعلها تعمد إلى استهداف المدنيين بالقصف العنيف وشن حملات اعتقالات واسعة بحق المدنيين كما حدث في منطقة آل حميقان ومناطق أخرى. استمرار العمليات النوعية للمقاومة الشعبية في البيضاء قد يجبر الميليشيا للبحث عن وسيلة لإنهاء النزيف المستمر الذي تتعرض له في هذه الجبهة الساخنة.